طيب عشان نتكلم في الموضوع ده النهارده هرحب بحضرات معايا رحبوا معايا حضراتكم بيه الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ومقدم مشروع تعديل قانون الايجارات، والاستاذه ايمان الرفاعي المستشاره القانونيه بدوله الامارات العربيه المتحده، والاستاذ هادي حمدوني المستشار القانوني بدوله تونس، والاستاذ احمد سليمان المستشار القانوني بالمانيا. ومعانا على الهاتف الاستاذ محمد الاستاذ عمرو حجازي نائب رئيس جمعيه المدارين من الايجار القديم، ومعانا على خاصيه الزوم الاستاذ محمد عبد العالي المستشار القانوني لرابطه المستاجرين. مساء الخير على حضراتكم جميعا. و نبتدي النهارده نوجه كلامنا الاول للاستاذ عمرو حجازي نائب رئيس جمعيه المدارين من الايجار القديم. استاذ عمرو مساء الخير. اولا برحب بحضرتك وبالساده الضيوف كلهم واهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. محتاج اعرف من حضرتك ايه هي نقاط الخلاف بينك وبين رابطه المستاجرين او المستاجرين في قانون الايجارات المسمى بالقانون القديم. والله مبدئيا هو الخلاف ليس بين المالك والمستأجر، الخلاف بين المالك والتشريع اللي في الاخر التشريع ده بيستفيد منه المستأجر. بيستفيد منه المستأجر، اوكي؟ ولو التشريع تغير هتتحل المشكله. ايه النقاط اللي انتوا بتتكلموا في تغييرها؟ هو مبدئيا هل في امل اساسا في التغيير ولا لا؟ لان الحقيقه من 2011 واحنا بنسمع كلمتين دائما وابدا بيتكرروا، الموضوع شائك ويحتاج للحوار المجتمعي. من 2011 ل 2021 ما بنسمعش غير الكلمتين دولت، والحقيقه لا اتعمل لا حاولنا ان احنا نفك الشائكه ولا حاولنا، وبرغم الحوارات المجتمعيه اللي اتعملت كويس لم نصل الى نتيجه. كويس؟ برضه ما قلتليش نقاط الخلاف ايه؟ نقاط الخلاف يا فندم، ده حق مهضوم لاصحاب من اصحابه، دي اموالنا، اموال ملاك فاقدين السيطره عليها بسبب هذا التشريع. ايه النقاط اللي انت ترى ان التشريع يتغير فيها؟ يعني انت شايف ايه؟ شايف هل زياده القيمه الايجاريه؟ انا شايف ان هو لابد يرجع نرجع للعلاقه العاديه الطبيعيه اللي هي تحرير العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر، والرجوع للقانون المدني ده المفروض يكون عليه. لان غير كده هو انا بهدر ثروه عقاريه وبهدر دخل لا بيستفيد منه لا المالك ولا الدوله بتستفيد من وراه. طيب كويس. طب انت شايف مثلا ان حتى نفس المستاجر الغير قادر المقيم في مثل هذه الوحدات هو مضار، لان في الاخر بيكون النتيجه ان العقار بيستنى لغايه لما ينهار عليه. العقارات دي بتعمل لها صيانه وما ينفعش تعمل لها صيانه لان دخولها معدومه. يعني انت شايف طيب مثلا من وجهه نظرك هل يطبق القانون الجديد اللي هو قانون الايجار الجديد اللي هو فيه تحرير العلاقه، العقد يبقى بين المالك والمستاجر في مده زمنيه؟ ده طبيعي يا فندم، واللي يتطابق مع الشريعه ويتطابق مع كل شيء، وده قانون طبيعي. خلينا نسمع وجهه نظر المستاجرين. كان موجود من قبل ما يتعمل هذه القوانين الاستثنائيه، اللي هي المفروض استثناء يعني الى زمان مع زوال السبب، بقى لنا فوق من 60 سنه السبب لم يزول. خليك معايا يا استاذ عمرو، نسمع الاستاذ محمد عبد العال المستشار القانوني رابطه المستاجرين. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. استاذ عمرو بيقول ان هو الملاك طالبين تحرير العلاقه الايجاريه بين المالك والمستاجر على اعتبار ان حتى العقار والمستاجر مضار من هذا القانون، لانه لا يستطيع عمل الصيانه او الترميم اللازم للعقارات مع طول الوقت وعدم الاهتمام بيها، فهو مضار بهذا الامر. تعقيب حضرتك على الكلام ده. اسمح لي حضرتك، انا يعني بشكر حضرتك في السؤال المحدد اللي وجهته للاستاذ عمرو حجازي، انه ايه هي نقاط التغيير او ايه هو المطلوب تحديدا. هو طالب يحرر عقود الايجار تبقى لا تخضع لقانون 36. حضرتك هو جاوب اكتر من اجابه، لكن حضرتك أصريت على سؤالك ثم انتهت إلى الإجابة الحقيقية والغرض الحقيقي اللي هو إلغاء القانون وتحرير العلاقة وطرد الناس ببساطة شديدة. وبالتالي لما الأستاذ عمرو قال هو تحرير العلاقة يعني طرد الناس؟ طبعا.
تحرير العلاقه يعني يتحدد قيم ايجاريه معتدله مثلا ويكون المده يا دكتور، هو ده تم بالفعل في سنه 96 بصدور القانون رقم 4 سنه 96، ودي مساله حضرتك استاذنا في القانون وتعلم انه تمت في العلاقات الايجاريه التي تتم مستقبلا بعد تاريخ نفاذ القانون، لانه لا يجوز اعمال نص تشريعي باثر رجعي. انت النهارده بتتكلم على علاقات قانونيه تمت في ظل قوانين محدده، مش بس في ظل قوانين محدده، المحكمه الدستوريه تدخلت الى الان باكثر ما يزيد عن 30 حكم دستوري ادت الى ما يسمى تقليص القانون القديم من كل من اي عوار دستوري، واصبحت العلاقه القانونيه الخاضعه للقانون الايجار القديم اشبه بالعلاقه القانونيه في حدها الادنى طبقا لقواعد القانون المدني، بمعنى انها علاقه رضائيه بين طرفها تمت بين طرفيها، العقد محدد فيها طبقا لما اصدرته المحكمه الدستوريه، والقيمه الايجاريه محدده فيها. اذا احنا بنتكلم عن عقد رضائي في القانون القديم ويخضع لمدد محدده طبقا للقانون المدني. طيب خلينا كان في الدكتور طب اسمح لي استاذ اسمح لي استاذ محمد، كان في الدكتور وليد جاب الله تقدم بمشروع لمجلس النواب عن تصوراته او عن افكار في موضوع الايجار القديم، نسمعه من الدكتور وليد وبعدين ناخد تعقيب من حضرتك والاستاذ عمرو. مساء الخير يا دكتور وليد، ازي حضرتك؟ تحفظ بس يا دكتور. اهلا دكتور ايمن. تحفظ بس تحديدا للمصطلحات، الدكتور وليد لم يتقدم بالمشروع قانوني. طب اسمع، طب هنسمعه معانا الدكتور وليد، نسمعه وبعدين نكمل. يعني معانا هنسمع يا انا مش بتكلم على مضمون المشروع المقترح، انا بتكلم على المصطلح. مشروع قانون ده حضرتك اعلم انه هو المقترح الذي يقدم للحكومه. طب هنسمع الدكتور وليد وانا هقول لك بقى مشروع قانون مش مشروع قانون، بس نسمع مقترحات. يعني انت هنعتبرها مقترحات مش هنعتبرها مشروع قانون. انت استاذنا طبعا، هنعتبرها مقترحات. دكتور وليد مساء الخير. اهلا وسهلا يا دكتور ايمن، اهلا بحضرتك. دكتور وليد حضرتك تقدمت بمقترحات ولا بمشروع قانون؟ انا تقدمت بمقترح بمشروع. المقترح مشروع. هناك زي ما حضرتك عارف هناك لجنة اسمها لجنة المقترحات والشكاوي، بتتلقى المقترحات التشريعية من إذا كانت مقدمة من أقل من 10 أعضاء أو مقدمة من خارج المجلس، وأنا بصفتي الشخصية بصفتي تكنوقراط عندي أبحاثي في هذا المجال وصدر لي كتاب في هذا المجال ومتخصص في هذا المجال، وشايف أن هناك قضية مجتمعية، تصديت إلى هذا الأمر بقصد اني افتح افق امام المشرع. طيب. يساعده في حل هذه القضيه. دكتور قول لي في عجاله كده ابرز النقاط في مقترحك اللي قدمته لمجلس النواب. هبدا بس من تعليق من الاستاذ محمد في فكره انه لا يجوز تطبيق القانون باثر رجعي. لا ما بقولش باثر رجعي، احنا بنعدل القانون لان وقواعد العلاقه الايجاريه نفسها. هو ما بيتكلمش كان ساعتها، لا هو ساعتها ما كانش الاستاذ محمد بيتكلم عن المقترحات بتاعت حضرتك، كان بيتكلم على نقاط ثانيه كان بيتكلم عنها الاستاذ عمرو. فخلينا في النقاط الهامه اللي حضرتك تقدمت بيها. بالنسبه لي انا من متابعتي طبعا للعمليه التشريعيه، انا شايف ان هناك صراع ما بين اصحاب حقوق وهم الملاك واصحاب مكتسبات وهم المستاجرين، وكل فريق بيحاول يدافع عن حقوقه والاخر يدافع عن مكتسباته. هناك صعوبه تشريعيه لسنوات في اصدار قانون كامل، فانا قدمت هذا المقترح للعرض على لجنه المقترحات والشكاوي بتعديل جزئي يكسر الموضوع. يعني العملية التشريعية من الممكن إذا كنا مش قادرين نعملها مرة واحدة من الممكن إن احنا نفتت هذه المشكلة. تصديت في هذا الأمر في عدة نقاط بسيطة. النقطة الأولى إني بزود عدد أو بأضيف إلى حالات الإخلاء اللي مقررة بالقانون 136 ثلاث حالات لا أتصور إن هي هتسبب مشكلة. الحالة الأولى هي حالة الغلق لمدة 3 سنوات لغير غرض السكن. الحالة الثانية هي إذا كان الشخص، إذا كان المستأجر أو زوجته أو أولاده الكسر حصل على رخصة بناء أو حصل على وحدة من أراضي الدولة أو حصل على وحدة من الدولة أو حتى من غيرها، بتدي له مهلة 3 سنوات لأنه أصبح مش محتاج هذه الوحدة وتعود إلى صاحبها. الحالة الثالثة
هي حالة الامتداد. حالة الامتداد طبعا يمكن ان احنا نقيد حالة الامتداد، لم اتحدث عن المستأجر اللي عايش، لا انا بتحدث في حالة وفاة المستأجر بأيد مدة الامتداد بخمسين عاما. يعني بعد وفاة المستأجر الاصلي؟ لا طبعا، لا لا مش بعد وفاة المستأجر 50 سنة. أنا بقول إن المدة لا تتجاوز 50 سنة مدة حال وفاته قبل 50. مدة العقد اعتبارا من تاريخ العقد. إذا المستأجر الأصلي عاش 20 طب 10 30 10 40 تقصد هنا من تاريخ تحريره سابقا، يعني الواحد مأجر سنة 70 تاريخ الأول. يعني الواحد مأجر من سنة 70 يبقى كده هو خلاص. إذا كان عايش ما فيش حد هيقربه. يعني تقصد تقول بقى 50 سنة إذا كان المستأجر الأصلي توفى. إذا كان المستأجر نكمل. طب أولاده بقى اللي عايشين في العقار في العين دلوقتي يعملوا إيه؟ 50 بعد وفاته. ها؟ لا أولاده اللي عايشين في العين دلوقتي يعملوا إيه؟ في أيوه أولاده يستفيدوا من المادة اللي أنا ذكرتها في الآخر اللي هي خاصة بإنشاء صندوق. بإنشاء صندوق يساعدهم في تقديم مزايا، ياخدوا مزايا من الصندوق، يدبر لهم مقدمة مسكن جديد.